وتقول لكم متابعة طيبة ورفقة طيبة معنا على امتداد الساعتين هذوما في الحصة السياسية بالإذاعة الوطنية اللي نحكيه فيها على كل المستجدات في الشأن العام وفي الشأن الوطني. أكيد مانيش وحدي لتأمين هذه الحصة، يرافقني مروان المحفوظي في الإخراج التقني، تحية أيضا لفاروق الزارعي اللي يرافقنا في تأمين هذه الصورة وفي البث الرقمي، والزميلة مريم مناع في تنسيق هذه الحصة. على شنو نحكيه اليوم الخميس 18 مارس 2021؟ نحكيه على لقاءات بيت الحكمة لتعقدها رئاسة الحكومة حول الوضع الاقتصادي وهذه المبادرة، هل هي تمثل جديد لحوار وطني؟ التفاصيل والمواكبة تكون بعد مع زميلة جهن علوان. نحكيه أيضا على تحركات للناشطين البيئيين ومناضلي الحركات الاجتماعية في جابس اللي انطلقت منذ أمس الأربعاء في جابس، تتواصل اليوم بوقفة احتجاجية أمام المجمع الكيميائي أو الإدارة المركزية للمجمع الكيميائي في العاصمة، وتنديدا بالإرهاب الصناعي كما يسميوه المسلط على جابس. بعد قليل يحضر بحذانا الناشط البيئي وناشط المجتمع المدني خير الدين دبيا ونحكي معه في كل التفاصيل. في المتابعة تحضر بحذانا عمادة المهندسين التونسيين اللي قررت اليوم أنها تخوض تحركات نضالية تصعيدية، من بينها يوم الغضب اللي انطلق اليوم واعتصامات جهوية في المقرات عمادة المهندسين، في انتظار بطبيعة مواصلة التحركات في الجهات. نحكي أيضا في كلام في السياسة على موضوع آخر متعلق أساسا بنقابة الصحفيين اللي التقت البارح رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، الحديث على الاعتداءات على الصحفيين اللي قاعدة تتواصل وقاعدة كل يوم تتخذ شكل جديد، من بينها الهرسلة والوصم وهتك العرض اللي طال زميلنا سرحان شيخاوي في البرلمان اليوم، وأيضا نحكيه على كل أشكال الانتهاكات التي تعرض لها صحفيين والملفات الحارقة الأخرى من بينها ملف شمس فام وغيرها. نحكيه في برشا مواضيع، هذا شنو عنا اليوم. وبش نبدأ وأكيد في البلاد في عناوين بعد الشرع، أول أخبار متعلق بالهيكة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اللي مشيت البارح لتنفيذ أحكام غلق إذاعة القرآن الكريم بالقوة العامة، إلا أنها فوجئت بامتناع صاحبها عن تمكين الهيئة والقوة العامة من تنفيذ هذا القرار. فاصل ونبدأ حصتنا. البلاد في عناوين البلاد اليوم. إذن أول عنوان كما قلت نبدأ به متعلق بقرار الهيئة بغلق إذاعة القرآن الكريم باعتبارها إذاعة مخالفة للقانون ومنتصبة عشوائيا ولم تسوي وضعيتها القانونية. القرار في أكثر من مرة يتم محاولة تنفيذه، كل مرة فما إشكال، المرة هذه بالقوى العامة، ومع ذلك امتنع صاحبها المتحصن بحصانته حسين الجزيري على أنه هو يقوم بتمكين الهيئة ومن عملية التنفيذ. خلينا نفهم الحكاية بكلها ونرجع لأصلها مع ضيفنا عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عمر الوسليتي، حاضر معنا عبد الهاتف. مرحبا بك عمر. أهلا وسهلا بك، تحية لك وتحية لكل المستمعين. إذا كان نرجع لأصل الحكاية قبل ما نحكيه للمستمعين ونوضح لهم شنو اللي صار البارح. إذا في الأصل هذه الإذاعة في كل مرة يتم تنبيهها بأن وضعيتها مخالفة للقانون بأنها منتصبة عشوائيا وعليها أن تسوي وضعيتها. هو الحقيقة معناها قضية إذاعة القرآن الكريم قضية طويلة، يعني الحقيقة توري معاناة السلطة العمومية في تنفيذ القرارات وفي احترام القانون. هذا يورى هذه صورة يعني تبين عجز القانون عن أن يكون يسود. للأسف أنه الإذاعة هذه إذاعة معناها لا يسمح القانون بأن تكون موجودة، لأنه تعرف الإذاعات اللي هي تتعلق بالدين بصفة عامة هي إذاعات يملكها الإعلام العمومي، هي خاصة بالإعلام العمومي فقط، وهذا بالقانون يمنع إحداث إذاعات دينية بالأساس والأسباب قانونية بالأساس، ما عندهاش علاقة بالقرآن لأنه هو يتخبى وراء القرآن، لأن القرآن هو دين التوانسة الكل، ما يمكنش أنه هو يدعي أنه هو الوحيد اللي دافع على القرآن. والربط بين الإذاعة والقرآن هو اللي خلى الصعوبة في تنفيذ هذه الأحكام القضائية، ثم الأحكام اللي هي أحكام، هو يقول عندي أحكام قضائية، ولكن احنا امتثلنا إلى قرار المحكمة الإدارية وأعدنا النظر في الملف وتم صدور قرار جديد برفض إسناد إجازة لإحداث إذاعة دينية، لأن القانون يمنع الأحزاب السياسية من أن تملك إذاعات، ويمنع القانون أيضا أن يكون هناك إعلام ديني خاص. فبالتالي القرار هذا مر بأشواته الكل، علمناه به، لم يعترض عليه أمام المحكمة الإدارية، لم يطعن فيه،
وبالتالي قمنا معناها بالاجراءات اللي خولها لنا المرسوم 113 بالقيام باجراءات الحجز، علمنا الجهات الامنيه، علمنا الجهه القضائيه المعنيه، وتوجهنا اللي هو توجهنا الى مقر الاذاعه اللي تبين انه هو يدعي انه يسكن في نفس المنزل بالرغم انه هو يقول ان الاذاعه مش ملكه اللي هي ملك شقيقه، ولكن للاسف الاذاعه هذه تقع فوق البيت اللي يدعي انه يسكن فيه. ولما وصل المراقبون معناها على عين المكان مع القوة العامة معناها تحصل بالحصانة وتبين لنا اللي هو الحصانة يتمتع بها حتى أخوه، معناها إذا كان الإذاعة هذه إذاعة غير قانونية بتبيع أنه أخوه ماهوش نايب باش يتمتع بالحصانة، وإحنا مش ننفذوا على أخوه على شقيقه إذا كان إحنا مش نمشيوا في الرواية متاعه اللي هي الإذاعة مش على ملكه، لكن هو المتحكم والمتصرف في الإذاعة. وبالتالي تم منع المراقبين، وهذه جريمة أيضا أنه يمنع المراقبين من الهيئة من تنفيذ قرار بحجز المعدات في إذاعة غير قانونية. وقمنا بعد ذلك بتحرير محضر ضده، محضر عدلي. هذا هو لأنه مش نسألك على الإجراءات إجراءات احنا هو الإجراء الأدنى اللي هو من المفروض أن القوة العامة تمارس سلطاتها الأمنية في التصدي لهذه الجرائم، ولكن القوات الأمنية خيرت أنها تتحرك في شأنه محضر وتقول تتعلل أنه هناك حصانة لا يمكن التدخل باعتبار أن السيد الذي يمنع الأعوان من حجز المعدات له حصانة برلمانية. تحقيق قوالات الحصانة هذه معناها حصان ترويدة، معناها حصانة برلمانية للنائب ولعائلة النائب ولشقيق النائب وحتى لأصحاب النائب. لكن الملفت ايضا انه منذ انطلاق الاجراءات ضد هذه الاذاعه وهي تمارس التجيش بشكل يومي ضد الهيئه واعضائها، بقيه صحفيين، نقابه صحفيين وما الى ذلك، وفي كل مره يتم تعلل من بعد خاصه كيف طلع النائب سعيد الجزيري الى البرلمان يتم تعلل بالحصانه. يعني الى متى باش نقعدوا في هذا الجو؟ الوضعيه ماهيش وضعيه سعيد الجزيري فقط، هناك غيره ايضا الكثيرين اللي هما يتخفى وراء هذه الحصانة. إذا كان مؤسسات الدولة غير قادرة أنها تأخذ حقها من هؤلاء بتعلة الحصانة، فما بالك بنحن المواطنين العاديين؟ لا، الحقيقة هو تو بين بالكشف اللي إحنا أمام عجز دولة القانون. يعني القانون هذا لا يطبق إلا على الفئات الضعيفة والمهمشة اللي هي تنال عصا القانون الصارمة والمتشددة. وقت يولي معناها الأشخاص هذا النواب ولا أصحاب مصالح ولا سياسيين يولي القانون يولي له لون آخر ولا ينطبق عليهم. هذه يعني هذه أزمة البلدان الحقيقة المتخلفة، لأنه كان ثم إفلات من العقاب راهم ساهموا فيه السياسيين. راه وقت النائب بيدو اللي هو يشرع اليوم في البرلمان يشرع الإفلات من العقاب، من المفروض أنه أول واحد يعطي المثل أنه يحترم القانون، أنه يحترم قرارات الهيئات. أنت عندك نزاع وإحنا احترمنا النزاع القضائي وانتظرنا حتى صدور قرار محكمة إدارية، كما تتصل الهيئة العمومية إلى قرارات القضاء الإداري كأن تلزم تصل إلى قرارات الهيئة العمومية، ويمكن أن تنازع هذه الهيئة. مش بالضرورة أن الهيئة معناها هي اللي تقوله معناها يلزم يطبق أوتوماتيكمون، يلزم هو زاد يمارس زاد في دولة القانون يحترم القرارات هذه ويمتثل لها. ولكن هذا النائب أعطى صورة اللي هذه دولة، يعني دولة الفوضى، دولة التشجيع على الإفلات من العقاب، ودولة اللا قانون. وقت اليوم دولة اللا قانون معناها أنت إذاعة معناها تحط تاخو فريكونس من عند لوينتي اللي هو ملك الدولة التونسية لمدة 5 سنوات ولا يدفع أي مقابل لهذه اللي هي ملك الشعب التونسي، هذه الفريكونس اللي قد تتمتع بها إذاعة أخرى قانونية وقد يحرم شخص آخر وقاعدة تشوش على بقية الإذاعات ولا بقية الواحد. وللأسف أنه الناس كل نشاهدوا فيه يعني أمام مرأة ومسمع من الجميع، واستعمل واستغل هذه الإذاعة إلى التشويه، إلى التحريض، إلى وصم النساء، إلى التحريض على العنف، إلى التحريض على الكراهية، إلى الدعوة إلى التعصب الديني، إلى مهاجمة هيئة عمومية ومحاصرتها. كل هذه الجرائم تقع في دولة وكل معناها بنوابها وبمسؤوليها وبوزرائها تنظر إلى هذه المسألة بعين معناها وهذا للأسف راه لا ينبأ بالخير. هذا للأسف أنه هذا مؤشر خطير جدا، وأنه يلزم الناس تتحمل مسؤوليتها من نيابة عمومية اللي البارح ما تتدخلش في أنه هو أنها تطبق القانون، لأنه نعتبر أن المحكمة ووكيل الجمهورية بن عروس له يد طولة في عدم احترام القرارات ويشرف نفسه على تنفيذ هذه القرارات في دولة القانون. للأسف كل هذه المعطيات أدت بنا إلى وضع الحقيقة أنا شخصيا أعتبره أنه مؤشر خطير، وهذه المؤشرات ستدفع بالمواطنين لعدم احترام أي قرار يصدر من أي
من حقهم وتقول لك حتى انا ما تنفذش عليه وهذا يولي من حقك، ولكن انت متنفذ كان عليا انا نفذ على الناس عند الحصانات. وبالتالي فاعتقد انه حتى هذه فكره الحصانات اللي هي تمتع بها النواب وغير من النواب الناس متحصنه هذه الحصانات هي دليل اخر على فشل هذه المنظومه اللي هي الحقيقه منظومه مبنيه على خرق القانون وعلى عدم احترام القوانين النافذه في البلاد. انتم في الايام المقبله عندكم لقاء مع البرلمان في اطار جلسات استماع، هل باش يتم اثاره هذه النقطه فيما يتعلق بالنواب سواء المساهمين في مؤسسات اعلاميه واللي متحصنين ايضا بحصانتهم حتى ما يكملوش الملفات نتاعهم، والا فيما يتعلق بوضعيه اذاعه القران الكريم تحديدا ووضعيه سير الجزيري؟ هي الجلسه العامه ما تتعلقش باذاعه القران الكريم، ولا هي تتعلق هي الاستماع للهيئه هي الاستماع، ليست يعني جلسه للمساءله، لان نحن لا نسال امام البرلمان هذا بالدستور، ولكن هي جلسه حوار مع البرلمان حول رؤيتنا نحن كهيئه للاتصال السمعي البصري لاصلاح الاعلام العمومي، لمشاكل الاعلام العمومي، لمشاكل الاعلام الخاص، لهذه المؤسسات الاذاعيه والتلفزيونيه اللي هي ما لا تحترم القانون، لهذه المؤسسات التي هي خارج القانون، الى هذه الاحزاب السياسيه التي تمتلك قنوات تلفزيونيه، الى القانون الذي المؤجل يعني لسنوات طويله من 2016 هذا القانون لم يرى النور، الى هذه رؤيه البرلمان للاتصال السمعي البصري، الى حريه الاتصال السمعي البصري، الى حمايه الصحفيين العاملين بهذه المنشات، الى هشاشه وضع الصحفيين، يعني كلها ملفات الحقيقه حارقه. كنا نتمنى من الحكومات التي مرت يعني بالقصبه ان يكون هناك نقاش حول هذه الملفات، ولكن للاسف الحكومات هي عامله ماخذه موقف من هذه الهيئات المستقله، ليس الهيكا فقط، بقيه الهيئات التي لم يقع استقبالها من هذه المنظومه الجديده سواء البرلمانيه او سواء اللي في في في, في القصبه. الى حد الان لم يقع استقبال اي هيئه تقريبا، على ما اعلم انه الهيكا راسلنا اكثر من مره في طلب مقابله رئيس الحكومه سواء كان الفخفاخ او المشيشي في اكثر من مره، انه راسل من اجل ان نتحدث في هذه القضايا الكبيره، واللي نعتبر انه الاعلام يمر بمرحله خطيره جدا من انه لابد انه يقع التطرق الى هذه المشاكل ويقع معالجتها، لاهميه وسائل الاعلام ولاهميه الصحافه اللي هي راهي جزء لا يتجزا من التنميه. وقت تبدا الصحافه في وضع هش، واعتقد انه كانت عندهم اراده انه يبقى هذا القطاع تحت اليد بوضع غير قانوني، بانه لا يصدر القانون، بان تبقى الهيئه في وضع ايضا يدعي انه غير قانوني ولكن وضع مؤقت. هذه كلها كانت برغبه سياسيه للاسف، بان نقولوا لك لماذا، لانه لا يعني لم نجد اذن طاغيه في طرح هذه القضايا على الطاوله وعلى الحوار الجدي بمسؤوليه. يعني الاعضاء اللي موجودين في الهيئه هم لا يتمسكون بهذه المقاعد ولا يرغبون في مواصله العمل، ولكن لو معناها لو الاعضاء خرجوا يعني هم يغادروا وقت اللي يكون فما هيئه دستوريه، لكن مش يغادروا حتى تصير تعيينات من البرلمان على المقاعد. اي بطبيعه الحال انك انت اليوم كيفاش تخلي هيئه بهذا المستوى، وتذكر انت الانتخابات شنو صار فيها، لولا وجود الهيئه لكانت هناك ربما صوره اخرى للبرلمان، ورغم ذلك ورغم وجود هذه القنوات غير القانونيه التي اثرت على نتائج الانتخابات، وهذا بتقرير دائره المحاسبات، يبقى خطوره الاعلام في الانتقال الديمقراطي مهم جدا. لازم نكونوا جديين انه نعالجوه، ان شاء الله غدوه في البرلمان يتحملوا مسؤوليتهم، مش باش يصفيوا حساباتهم مع قرارات الهيئه. واتمنى ان يكون حوار جدي فيه مسؤوليه وفيه التزام وفيه رؤيه، لانه يلزمنا الناس كل مع بعضنا باش نجموا نبنيوا اعلام سمعي بصري مستقل حر، اعلام عمومي حر مستقل كذلك، بدون ان يكون هناك الاعلام المصادر. يعني قضايا كثيره ان شاء الله غدوه تخرج على الاقل بجديه ومسؤوليه، تخرج رؤيه واضحه، وخاصه ان شاء الله انه يكون المتابعين عامه فهموا علاش يسعى البعض من خلال مقترحات التنقيحات تاع المرسوم 115 حتى يسحب اي سلطه ترتيبيه للهيئه، يسحب اي ولايه للهيئه ويبقيها هيئه سوريه فقط يتم اعلامها ببعض القنوات. هذا يصب في هذا حتى الناس تفهم لماذا البعض يزعجه القانون وخضوع مساله انشاء المؤسسات الاعلاميه للترخيص وكذا راس شروط ومطابقه تامه للقانون. يعطيك الصحه، شكرا لك سامر المسليتي، عضو الهيئه العليا المستقله للاتصال السمعي البصري، كنت معنا من موضوع الهيئه ومحاوله انفاذ القانون التي فشلت يوم امس بصمت النيابه العموميه. ايضا في بنعرس يتعلق باذاعه القران الكريم، بعد الفاصل نمشي لموضوع اخر نحكيه على عماده المهندسين، شبيه المهندسين